ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني ثاني المراكز. المركز الثاني وصلت الطيارة من هجن الرياسة مع المميز مبارك من أحمد بن ماجد الخليلي. التوقيت الزمني 12 دقيقة لحظات الوصول، 43 ثانية، 6 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث وصل شعار هجن الرياسة 12 دقيقة 44 ثانية وجزءا واحدا من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التواصل مستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في هذه اللحظات. الترحيب بضيف البلاد صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود بالحضور والتواجد ومتابعه السباق هنا في عاصمه الميادين في انطلاقه هذا المساء الرائع. يتواجد ليكون متابعا هنا في ارضيه هذا الميدان. وايضا الترحيب بسمو الشيخ خليفه بن سلطان بن حمدان ال نهيان بالحضور والتواجد هنا في هذا الميدان لمتابعه السباق وانطلاقه رياضتنا العربيه الاصيله هنا في الميدان الكبير في عاصمه الميادين. التحيه تتواصل مشاهدينا الاعزاء مع الكبار ومع تحديات هذا السن لانطلاقة هذه الأشواط التي تنطلق في عاصمة الميادين ميدان الوثبة الذي يضع شعار الترحيب بجميع المتابعين والمهتمين بهذه الرياضة العربية الأصيلة هنا مع هذه الانطلاقات ومع هذا المهرجان الكبير ختامي الوثبة 2013-2014 الذي يأتي أيضا بانطلاقات رائعة وجميلة تظهر خلال هذه الانطلاقات وخلال ايضا هذه التحديات الكبيرة بانطلاقة هذه الاشواط. ينطلق على البركة مشاهدين الاعزاء الشوط 11 في مجموعة اشواط هذا المساء، مساء الذهب مساء الرموز. المركز السابع صاغا في المركز السابع مشاهدينا الاعزاء لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف ال نهيان الصادق فضل الامين بدا بتحركات هذه الاسماء المنطلقه في هذا الشوط من خلال تواجد هملول وصاغان خلال هذا الشوط. الله انحنى الميدان انحنى الميدان هنا بهذه الانطلاقه الرائعه والجميله. خلاص عادلنا ايضا الواحه الخضراء لارضيه هذا الميدان للانطلاق نحو الامام للانطلاق نحو ناموس هذا الشوط. عالي 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 غير النتيجة عالي انطلق عالي على الصدارة عالي على المركز الاول لهجن الرئاسة مبارك بن احمد بن مايد الخيلي ياتي مضمرا لدى انطلاقة عالي على مقدمة هذا الشوط. الكيلو متر الاخير الكيلو متر الاخير خلاص بدأ العد التنازلي لهذه الامتار لنحسب كل متر من هذه الامتار لنراقب هذه الامتار. هنا عالي على مقدمة هذا الشوط وتحرك سلهود انطلق سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر باللاحق الهاجري ياتي مع انطلاقه سلهود بالمركز الثاني. المركز الثالث احشيم لسمو الشيخ حمداء بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي وهناك التدخلات ايضا من هملول لسمو الشيخ نيان بن ذياب بن سيف ال نيان ولكن وصول حشيم لهجن العاصفه ولكن الله يا سلام يا سلام يا سلام المقدمة والصدارة الانفراد الذي يأتي بدون أي أوامر يأتي بانطلاقة عالي في مركز العلو والشموخ نحو الأمام بشعار هجن الرئاسة وهجن الرئاسة التي تمتلك عالي بمتابعة المضمر مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي ليعلن بانطلاقة عالي على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول خلال هذا الانطلاق. الله يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله على هذه العروض الممتازة والمميزة مع المميز بانطلاقة عالي على مقدمة هذا الشوط. تهانينا والناموس من الأعماق لهجن الرئاسة تهانينا والناموس أيضا للمضمر مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي على فوز عالي بدون أي منافس وعلى الإطلاق ولحظات وصول إلى خط النهاية معلن بالفوز والناموس. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء
هشيم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بينما سلهود أتى في المركز الثالث لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمركز الرابع من أتى رابعا هشيم لهجن العاصفة، وخامسا كان من نصيب الناوي لسمو الشيخ خليفة بن أيام بن حمدان آل نهيان. ما شاء الله تحدي جميل، انطلاق رائع ومميز حتى الأمتار الأخيرة، ولكن عالي هو من استطاع أن يحقق أيضا ناموس هذا الشوط بالانفراد الجميل والتحدي المثير حتى اللحظات الأخيرة، لياتي بشعار هجن الرئاسة، ولياتي أيضا بمتابعة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. ما شاء الله لحظات الوصول إلى خط النهاية ليعلن أيضا بهذا الفوز والانتصار خلال هذا الشوط، خلال هذا التحدي الرائع والجميل في انطلاقة هذا الشوط، وليسجل مشاهدينا الأعزاء خلال هذا الانطلاق توقيت زمني مشاهدينا الأعزاء، وها هي لحظات أيضا وصول عالي ب 13 دقيقة وأربع ثواني وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الرئاسة، تهانينا وناموس أيضا للمميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، بينما المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء ومن أتى ثانيا حشيم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتوقيت زمني 13 دقيقة 13 ثانية جزئين من الثانية، بينما المركز الثالث هناك مشاهدينا الأعزاء ومن أتى ثالثا في هذا الانطلاق سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 13 دقيقة 15 ثانية سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين.